السلام عليكم، كنتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب. اليوم غادي نحضروا جميع واحد الطرطة اللي غتعجبكم بزاف بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق. غادي نتفرحوا بها الوليدات ديالكم وحتى العائلة ديالكم، علاش لا، وغتكون بدون فرن بدون جينواز، وكذلك غتعجبكم كيفما قلت لكم بزاف، وغادي تستغرق لينا في الطياب ديالها تقريبا ما بين 4 دقائق حتى 5 دقائق في كل جينواز. هاد التورته غادي تكفي تقريبا ما بين 8 الاشخاص حتى 9 الاشخاص. يلا هتشوفوا معايا الطريقه سهله والمكونات ديالها بسيطه، ونتفنوا في الشكل دائما على قدر المستطاع، وغادي نحضروا الاشياء اللي غادي تعجبنا. وكنتمنى الا كنتو كتشاهدوا الفيديو لاول مره ضغطوا على زر الاشتراك وبارطاجيو هذه القناه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، ونتمنىكم تخليوا لي التعاليق ديالكم، راها واخا بعض المرات كتكون شويه ماشي مشكل، هي اللي كتعطينا الطاقه وكتعطينا الاجتهاد. المهم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجو تقريبا هنا 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، ما يعادل 2 الكيسان ونص ديال العنبة. عندنا هنا 14 غرام ديال الكاكاو أو الكاكاو المر، وعندنا هنا 14 غرام ديال خميرة الحلوى، يعني 2 الساشيات. عندنا تقريبا 120 غرام ديال مليليتر ديال الزيت، يعني كاس لاروب، وعندنا كاس لاروب ديال السكر حبيبات، وعندنا كاس ديال الحليب، 3 البيضات كيكونوا شادين درجة حرارة المطبخ، واحد الكيس ديال الفاني، وواحد الحبيبات ديال القرقاع. هادوك كيبقاو اختياريين كما كتشوفوا. غنوريكم هاد الطاسه راني كنت خديتها من بيم، غادي نشاركها معكم حتى هي في مشترياتي ان شاء الله. المهم على بركة الله، غنشوفوا الطريقة. غنوضعوا البيض، هاد 3 الحبات ديال البيض يكونوا خارجين على الثلاجة، يكونوا واخدين درجة حرارة المطبخ، يكونوا إذا كان عندنا البيض كبير نديرو 3، كان عندنا صغير نديرو 4 البيضات. صافي، غادي نجيب الخلاط الكهربائي وغادي نضيف ليه داك الكاس لاروب ديال السكر حبيبات. اللي كيبغي الحلاوه يدير كاس، هادي كتجي شويه ناقصه من السكر، وكندير واحد الكيس ديال الفاني. صافي، وغادي نطرب هاد الخليط مزيان حتى كيولي عندي هاد الخليط هذا، كيبقاش صفر، كيولي ابيض. وبالنسبة لهاد الطورطة هادي راني حطيتها، طلبوها لي شي اخوات، قالك بغاو شي حاجة حلوة، وقلت علاش من غادي نصايبها، علاش ما نشاركهاش معاكم كاملين. المهم راها سهلة وكتحضر بطريقة يعني سهلة، ما كتاخدش لك تقريبا حتى ساعة المكانة. كما كتشوفوا معايا، من بعد ما طربت هاد البيض والسكر والفاني واحد القبيصه د الملحه، غادي نبدا نضيف دابا الزيت شويه بشويه، وانا كنطرب في هاد الخليط اللي عندي حتى كيطرب مزيان. بعد ما كنطرب الزيت مع الخليط الاول، كنضيف ليهم دابا الحليب وكنطربهم مزيان. غادي يبقى لي دابا غير الدقيق والكاكاو والخماره، خمارات جوجات، والكاكاو كيف ما قلت لكم حتى هو 2 ساشيات، والدقيق نعاود نقول لكم مقادير حتى هو راها 250 غرام، يعني ما يعادل 2 الكيسان اونص ديال الكيسان ديال العنبه.
انا سبق لي راني غربلت هاد الدقيق ونعاود نغربلو، وكنضيف ليه هاد الساشيات ديال الكاكاو والساشيات ديال الخميرة. كنغربل كل شيء باش ما كي يبقاوش دوك الحبيبات، لا ديال الكاكاو ولا ديال الخميرة لا ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا معايا راني غربلتو، غادي يبقى لي واحد الحبيبات صافي، غادي ندوزهم هكا بالمعلقة. كنعاود نغربلو باش كيكون عندي الخليط ديما كيبقى عندنا الخليط مهوي. حيت لبقاو لينا دوك الحبيبات كيتفصل لينا الكيك، لا في الكيك لا في لا هاد الجينواز لا. صافي غادي نخلط مزيان لكل شيء حتى كنحصل على واحد الخليط يكون لامع وخفيف، وكيدخل كندخل الدقيق مع المكونات مزيان. المهم الخليط ما يكونش خفيف بزاف، ما يكونش ثقيل. كيف ما كتشوفوا معايا راني عطيتكم المقادير مضبوطة، وتبعوا هاد الطريقة خطوة خطوة وغادي ينجح لكم هاد الجينواز هذا، وسهل بزاف بزاف. البنات اللي بالنسبة للمبتدئات واللي بالنسبة اللي كيصايبوا الحلويات، يعني راه ساهل وزوين بصراحة. كيجي زوين، كيجي هشيش بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. صافي نسيت ما قلت لكمش واحد المعلقه ديال الخل هي اللي كتهشش لينا الكيك وكتخليه كيجي رطب. كنضيف ليه واحد المعلقه ديال الخل وكنحركه مزيان حتى كيتوزع داك الخل على العجين اللي عندي، وكنجي لهنا كناخد داك الكركاع كنقطعو بهاد هاد الموس ديال الربيع. هاد الكركاع البنات كيجي غزال غزال، وكتحسي بواحد القرمشه فاش كتعضي في هذاك الكيك اللي غادي نديرو. المهم الكركاع كيبقى اختياري، الكركاع ولا اللوز ولا المهم هاد كتحسي بواحد القرمشه كتكون في لاباط. غادي نخلط مزيان حتى كيتوزع عندي داك الكركاع. وبالنسبه للمقله غادي نستعمل المقله اللي كتكون غير لاصقه، واذا كانت عندكم مقله لاصقه كندهنوها شويه بالزبده وكنغبروها بشويه الدقيق صافي وكنستعملوها. كيف ما كتشوفوا معايا راني حطيت الخليط الاول وما عنديش يعني اللقلقه باش غادي نقدر تعيط تبصيل، هو اللي اكتفيت به. المهم من بعد ما دازت 3 دقائق حاولت نعريها. صافي من بعد ما عريتها قلبتها لقيتها طابت قلبتها، غادي نخليها دابا نص دقيقه ونقلبها فوق واحد الشبيكه ونستمر حتى نسالي هاد العجين اللي عندي. المهم هاد العجينه راني قسمتها تقريبا على ثلاثه ديال لي جينواز. والبنات ناكد لكم على النار تكون مهيله، ونديروا ديك الصفيحه اللي كنديروا على حساب الطاجين فاش كنبغيو نطيبوا الطاجين هي اللي نديروا. كيف ما كتشوفوا راني دايرها وناقصه البوطه على الاخر ديالها. والعجين خصنا نغطيوه ضروري بواحد الغطايه، ومره مره نمسحوا داك العرق اللي يعني داك البخار او العرق اللي كيطلع في ديك القفاله باش كنكونوا مغطين. هذه بغاتها ليليا والو كتبكي، بغات لي قطع لي من الكبيره وصوبت لي واحده صغيره بقات ديتها لي حطيتها في الطبيصيل ديالها.
صافي. وهذه هي هذه هي الجينواز الاخرى. المهم هاد المقادير، انا عندي المقله شويه كبيره، هاد المقادير خرجوا لي ثلاثه ديال الطبقات. صافي غادي ندوز باش نوجد الكريمه اللي عندي. بعد ما حضرت الجينواز غادي نخليه تقريبا واحد 20 دقيقة على ما نوجد هاد الكريمة. كريمة كنستعمل، خديت هاد لاموس فيها 125 غرام، وكنخلطها بواحد الرابعة ديال الحليب، يكون بارد مزيان باش كتطلع لينا الكريمة، ونطربوها تقريبا واحد 5 دقائق حتى نحصلوا على واحد الكريمة اللي كتكون عاقدة مزيان، واللي غادي نزينو بها كيف ما بغينا. كيف ما كتشوفوا معايا راني حضرت واحد السيرو ديال المربى، وزدت عليه يعني غير الكونفيتور، وزدت عليه واحد شويه ديال الماء وحطيته غلى مزيان. صافي وبديت كنسقي به، راها كتجي هشيشه بلا ما، يعني الانسان لما ما بغاش تسقيها بلا ما تسقيها. المهم انا درت غير واحد شويه، راها كتجي رطبه وكتجي هشيشه بزاف. صافي غادي نوضع الكريمه ونبدا نوزع فيها على الطبقه الاولى كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي نوضع الطبقة الثانية حتى هي ثاني، غادي نحاول انني ندير ليها هاد السيرو ديال المربى اللي وجدت. المهم اللي ما عندوش المربى يدير غير نص كاس ديال السكر سنيدة، واحد ساشي دفاني، ويدير معهم واحد نص كاس ديال الماء، ويحطهم فوق النار حتى كتذوب ديك السكر سنيدة. صافي وكنسقيو به، هذاك حتى هو كيجي غزال في المذاق ديالو. كنوضع الطبقة الثانية وكنسقيها، وكنوضع عليها حتى هي الكريمة. وكنخلي ديك الدائرة اللي كتكون عندي الأخرى كتكون زوينة، يعني كتجي اللي كتكون عندي مزيانة هي اللي كنخليها كنديرها من الفوق، أما الوسط في الطبقة الأولى ماشي مشكل. المهم اللي مشكل يعني كيف ما كتشوفوا راه الطبقة الأخرى أو اللي غادي نزينو هي اللي خاصها تكون مزيانة، هي هذه. راني سقيتها من الوجه ديالها، وغادي نسقيها واحد شويه من الظهر ديالها حتى هي. وهاد الشوكولاط غادي نوجد به حتى هو. المهم سمحوا لي البنات، راني كان كيصحاب لي كنصور، ولكن ما صورتش، فاش كنت كان ايطالي في هاد التورته اللي عندي. وهاد البواطه اللي شفتو معايا راني خديتها من بيمتي، غادي نشاركها معكم. المهم هاد الشوكولا هو اللي كناخد، وراه زوين بزاف البنات، يعني هو اللي كنستعمل. غادي نصوب هاد الشوكولا وكنديرو في حمام مريم تقريبا واحد 120 غرام اللي غادي نستعمل. وغادي نضيف ليه تقريبا واحد جوج ديال المعالق ديال دانون عادي. صافي وكيكون هذا هو هاد الكلاصاج ديالنا، كيجي غزال البنات.
صافي. وكناخد واحد كناخد واحد جيب حلواني او على هذا الشكل هذا، هادو كنت خديتهم انا من بيم، وكنزينها على الشكل اللي بغينا كنزينوها. وهذه هي الحلوة ديالنا، او هاد هي لاطاغ ديالنا عفوا، كتجي على هذا الشكل هذا. وكيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم هاد المشتريات. كنت خديت هذا تقريبا وقيلا ب 20 درهم، وهاد المجموعة هادي راهم واخا خديتهم ما ندمتش عليهم الصراحة، زوينين بزاف يعني لهاد الشي ديال التزيين ديال الكاطو. وخديت هاد الفراقة او هاد المجموعة هادي، حتى هي كانوا جابهم من قبل ب 50 درهم، ومؤخرا جابوهم ب 45 درهم. خديت منهم تا هما 3، وعندي وحدة هي 4. وخديت هاد الميكسور هذا، تا هو داير لي 99 درهم، تا هو زوين واخا شوية صغير، ما كبيرش بزاف ولكن زوين. وهاد البابيليس هو تقريبا 65 درهم، هو باش كنت خديته صافي. وهذه هي المشتريات ديالنا، وهذه هي لاطارت ديالنا. كنقول لكم البنات والولاد حتى هما، الا كنتو جداد في القناة ابونوا معايا وضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ولا عندكم شي اقتراحات ولا شي تساؤلات خليوها لي في لي كومونتير. نشكركم بزاف 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 على الثقة ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم، وشكرا.